هذا يسأل عن القرض الجماعي اللي يجتمع جماعة من الموظفين أو غيرهم، وكل يدفع مبلغ ويأخذه واحد منهم، المجموع يأخذه واحد منهم بالدور، يأخذ واحد منهم بالدور عليهم جميعا. أنا أرى أن هذا لا يجوز، أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه قرض مشروط في قرض. أنت ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، وإذا قلت أنا ما أقرضك إلا بشرط أنك تقرضني، هذا لا يجوز، لأنه بيعتين في بيعة، وهذا قرض جر نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.